عادات وتقاليد اعتاد عليها الأجداد والأباء والأبناء تطبع ليالي شهر رمضان الكريم في دولة الكويت فتضفي عليه تميزا وجاذبية. هذه العادات والتقاليد يمارسها الكويتيون والمقيمون، ينتظرها الجميع من عام إلى عام، يمارسونها بفرح حتى ولو تزامنت مع المدارس والدوامات. حل شهر رمضان المبارك هذا العام في أجواء جميلة ومع بداية فصل الربيع، وسط عادات وتقاليد تجمع الكبار والصغار، العائلات والأصدقاء يتبادلون فيها التهاني والتبريكات. أهم شيء القرايب والأهل تم زيارتهم والدواوين القريبة، بس هذا في أول يومين أو ثلاثة أيام، بعدين والله كله في البيت أقضي في قراءة القرآن. ليالي رمضان أنا عادة أروح دواوين أهني الناس أصدقائي أحبائي اللي طول السنة أشوفهم، أروح أبارس لهم السنة، وهناك أشوف ناس ثانيين ما أشوفهم العادة، ففرصة سعيدة جدا يعني أن نلتقي معهم مع الأهل وبنات أخوي ومستانسين الحمد لله وقاعدين في البيت ومرتاحين. إلا أن الشهر الفضيل تزامن هذا العام مع موسم المدارس والدوامات كالعام الماضي، ما يجعل البعض يعدل في عاداته تحاشيا للزحمة في أوقات الذروة. اعتدنا الحين كم رمضان مر علينا في نفس الوضع هذا، هو التعب والضغط يصير علينا في العشر الأواخر فقط، يعني أسسنا في صلاة القيام، فأغلب حتى المعلمين والطلبة يجوننا سهرانين، أنا ترى يعني في السلك التربوي فيصلون المدرسة السهرانية فهني التعب. ما شاء الله جاي خفيف، يعني الجو حلو ما في حر، مع المدارس الدوامات خفيفة يعني من 9 للوحدة والأمور طيبة. يعني في رمضان وقتنا قبل الفطور ما نطلع بالبيت صراحة، متعودين المدارس زحمة جدا الصبح. أجواء فرح وبهجة تمتاز بها البيوت والأسر في ظل عادات وتقاليد اعتادوا عليها وتوارثوها، تطبع أيامهم ولياليهم في هذا الشهر الكريم. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن الأجواء الرمضانية المباركة وحركة الأسواق في الشهر الفضيل معنا مراسلنا الزميل نواف الشراكي من سوق شرق. أهلا ومرحبا بك نواف، ضعنا في الأجواء واخبرنا كيف هي الأوضاع من حولك، تفضل. تحية لك سهى وتحية لكل من يشاهدنا الآن في نشرة الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلتي، نحن الآن متواجدون في أحد المجمعات التجارية في محافظة العاصمة في منطقة شرق، وحقيقة استكمالا للتقرير قبل قليل والبهجة والفرحة بالنسبة للمواطنين وحتى إخواننا المقيمين في دولة الكويت بأجواء رمضان، ونحن تقريبا وصلنا إلى الانتهاء من الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، وحقيقة البهجة والفرحة نشاهدها على وجوه المواطنين الكبارا وصغارا، وأيضا بالنسبة للحديث عن ما هي الفعاليات وما هي الأجواء الرمضانية خصوصا ونحن متواجدون الآن في أحد المجمعات التجارية أيام أو أسبوع أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا ويحل علينا عيد الفطر المبارك، إذن هناك استعدادات مبكرة أيضا للتجهيزات لعيد الفطر المبارك، وهو أيضا استكمالا لأجواء رمضان، فنشاهد هناك العديد من مرتادي المجامعات التجارية رجالا نساء كبارا صغارا يرتادون إلى هذه المجامعات التجارية، منها هو العيش في أجواء رمضان خصوصا في هذه المجمعات، وأيضا هناك لقضاء المستلزمات لعيد الفطر المبارك. وخلال يعني الحديث مع الكثير من المواطنين والمقيمين هنا في هذا المجمع التجاري، والحديث هو ما هي الأسباب الآن في هذه الأوقات نتكلم في حضورهم إلى المجمعات التجارية، هو عملية أنت عارف بعد الصيام ساعات كثيرة وبعد الفطور وبعد أداء صلاة التراويح والبحث
بحث أيضا عن ما هو يحتاجونه لمستلزمات العيد الفطر المبارك، وأكثرهم يتكلمون عن هو شراء الملابس الجديدة وحاجياتهم لعيد الفطر المبارك. هي أجواء مكملة حقيقة لباقي الأسواق، سواء الأسواق الشعبية أو أماكن أخرى، أماكن ترفيهية. لابد أن نكون هنا في هذا الوقت الآن، العيش في المجمعات التجارية وأجواءها خصوصا في شهر رمضان تختلف عن الأجواء في الأيام العادية. نعم نعم، كل الشكر لك مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف الشراكي، شكرا لك.